بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا حلقه مميزه وفقرات مميزه، وكمان هيكون عندي ضيف النهارده في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده، الكابتن سيد غريب نجم الاهلي السابق وايضا المدير الفني لفريق 2006. 2006 في النادي الاهلي يعني تحت 14 سنه. ما شاء الله هذا الفريق بيلعب السنه دي بطوله الجمهوريه، محقق العلامه الكامله في كل مبارياته، وايضا هذا الفريق يضم كمان عناصر مميزه ومبشره ان شاء الله تكون قريبا في الفريق الاول بالنادي الاهلي. قبل ما اروح لفقراتنا النهارده، بكره ان شاء الله النادي الاهلي هيفتتح مشواره الافريقي، البطوله العاشره ان شاء الله للنادي الاهلي. المباراه هتكون حصريا هنا على شاشه قناه الاهلي، بنقول بقى لكل جمهور النادي الاهلي مباراه الذهاب ومباراه العوده هتكون هنا عندنا على قناه الاهلي وانفراد، ودايما خلوكم معانا على قناه الاهلي، كل جديد هتلاقوه هنا على شاشه قناتنا. بنتمنى طبعا كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. زي ما احنا تابعنا خلال الفتره اللي فاتت، طبعا بنمر بظروف صعبه شويه، فيروس كورونا المنتشر، طبعا موسيماني المدير الفني مش موجود، عندنا عناصر مهمه ومميزه، كابتن عمرو السليه، رامي ربيعه، وكمان قفشه، لكن عندنا ثقه ان شاء الله في كل لاعبي النادي الاهلي اللي موجودين في النيجر. مباراه مهمه، ودايما البدايات مهمه، ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله، وبعد كده مباراه العوده في مصر نقدر يعني يبقى عندنا اريحيه فيها. دايما وانت بتلعب البطوله الافريقيه، خاصه ربنا اكرمنا ووفانا بالبطوله التاسعه، البطوله التاسعه اللي كانت غايبه عن النادي الاهلي على مدار 7 سنين، وربنا اكرمنا بيها في نهائي وفي مباراة حافلة دايما هيتذكرها كل جمهور الكرة المصرية وكل الجماهير. واحنا رايحين للبطولة العاشرة، لازم الدوافع او دوافع لاعبي النادي الاهلي تكون مختلفة، خاصة انت واخد البطولة التاسعة. لازم لاعيبة النادي الاهلي تخلق لنفسها دوافع خاصة، كل لعيب يخلق لنفسه دوافع خاصة. عايز احكي لحضراتكم عن الجيل بتاعنا، واحنا في 2005 لما النادي الاهلي كون الجيل اللي حصد على مدار 10 سنين بطولات كبيرة، الجيل بتاعنا كان فيه حوالي 3 أو 4 لاعبين هم اللي خدوا البطولة الأفريقية من 2001. كان وائل جمعة، عصام الحضري، شادي محمد، أحمد السيد على ما أتذكر، وكان الكابتن هادي خشبة. وإحنا داخلين كان فينا عدد كبير ما خدش البطولة في 2005، كان عندنا إصرار إن كل واحد في جيلنا يحط اسمه في تاريخ النادي الأهلي، فربنا أكرمنا في 2005. لما أخدنا البطولة في 2005 وإحنا داخلين بقى في بطولة 2006 اللي حققناها امام الصفاقسي في تونس، وكانت طبعا مباراه شهيره وبتذكرها كل جمهور النادي الاهلي، كان لينا احنا دوافع كلاعبين في النادي الاهلي، دوافع خاصه، كل واحد عايز يكتب اسمه في تاريخ النادي الاهلي. حطينا هدف لينا قبل البطوله، قلنا انيمبا النيجيري كان وقتها هو حصل على البطوله مرتين، ليه احنا كجيل ما نحققش الرقم ده ونحصل انيمبا النيجيري ونعديه بعد كده؟ فكان ده دافع لينا، علشان كده في 2006 أخذنا البطولة وقتها. وكان الدافع الأكبر لما رحنا كأس العالم للأندية في اليابان في 2005 وما ظهرناش بالمظهر اللي يليق بالكرة المصرية وبالنادي الأهلي، كان عندنا برضو إصرار إن إحنا في 2006 نكسب البطولة عشان نروح نمثل النادي الأهلي أو نمثل كرة الأفريقية في اليابان، وقتها خدنا المركز الثالث. أتمنى تكون الدوافع دي موجودة عند اللعيبة، خاصة النادي الأهلي ما شاء الله عنده جيل من اللاعبين مميزين في كل الخطوط، جيل فعلا يقدر يحصد البطولة العاشرة، وخاصة ان احنا عندنا كمان ثقة كلنا كجمهور النادي الاهلي في الجهاز الفني وايضا في لاعبي النادي الاهلي. ده بالنسبة لمباراة بكرة بنتمنى فيها كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. نروح بقى لخبر تاني مهم قبل ما نروح لفقراتنا في برنامج الاشباب. الخبر التاني المهم، امبارح تابعنا كلنا على السوشيال ميديا كجمهور النادي الاهلي جائزة جلوب سوكر، وامبارح كانت جماهير النادي الاهلي تحس انها قلقانة شوية، الآن من التصويت، بس أنا بطمنكم هنا من قناة الأهلي، النادي الأهلي موجود في الحفل في جلوب سوكر في دبي. النادي الأهلي إن اسمه يتحط أصلا في التصويت يكون النادي الأهلي موجود، ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، فده شيء يشرف النادي الأهلي وشرف للكرة المصرية وشرف للكرة الأفريقية إن في ممثل للكرة الأفريقية يكون النادي الأهلي موجود في هذا المحفل الكبير. زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي، ده الخطاب الرسمي من جلوب سوكر اللي بيدعو فيه النادي الاهلي ان هو هيكون موجود في هذا الحفل. الحفل هيكون يوم 27،
ودلوقتي اصدر النادي الاهلي بيان على موقعه الرسمي، النادي الاهلي هيكون ان شاء الله موجود في هذا الحفل يوم 27 بمناسبه ان النادي الاهلي نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الاوسط، وايضا نادي ريال مدريد هيكون موجود في هذا الحفل بلقب نادي القرن في اوروبا وفي العالم. فالنهارده بطمن كل جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي موجود في هذا الحفل في جلوب سوكر في دبي، وهيمثل النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، وهيكون موجود هو ليتسلم جائزه النادي الاهلي. دي كانت اخبارنا في الاول، نروح بقى لبرنامجنا برنامج الاشبال، واول فقراتنا اخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتديها مع حضراتكم مع اهلي 2001، ونشوف اول اخبارنا مع اهلي 2001 اللي ما شاء الله ايضا بيحقق يعني العلامه الكامله، لكن المباراه اللي فاتت تعادل وماشي بخطه ثابته. اهلي 2001 يتعادل سلبيا مع الانتاج الحربي في بطوله الجمهوريه. النادي الاهلي تعادل، رفع رصيده الى 10 نقاط في الفوز في ثلاث مباريات امام غزل المحله 1-0، الفوز على الجونه 2-0، وعلى السموحه 1-0، والتعادل الايجابي في المباراه الاخيره امام الانتاج الحربي. نروح ايضا للخبر الثاني وهي نتائج الجوله الرابعه لدوري الجمهوريه للناشئين 2001. هنروح مع المجموعه الاولى، الاتحاد فاز على المصري بنتيجه 2-0، طلائع الجيش على البنك الاهلي 3-0، المقاولين العرب فاز على نادي الزمالك 1-0. المجموعه الثانيه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، المجموعه الثانيه الجونه فاز على انبي 2-1، وتعادل الاهلي مع الانتاج الحربي 0-0، وغزل المحله تعادل ايجابي مع سموحه 2-2، والمجموعه الثالثه تعادل وادي دجله مع الاسماعيلي 0-0. نروح لاهلي 2003، دوري 2003 ايضا، اهلي 2003 بيلعبوا دوري الجمهوريه. اهلي 2003 يتعادل مع الانتاج الحربي في بطوله الجمهوريه، ونروح نشوف نتائج الجوله الرابعه لدوري الجمهوريه للناشئين 2003. فوز انبي على الاسماعيلي 4-0، وفوز سموحه على الجونه 2-1، وتعادل الاهلي مع الانتاج الحربي 1-1. المجموعه الثانيه فوز سيراميكا على الزمالك 1-0، فوز المقاولين العرب على البنك الاهلي 2-0، وفوز الاتحاد السكندري على المصري 1-0. المجموعه الثالثه فوز طلائع الجيش على وادي دجله 1-0، وتعادل غزل المحله مع مصر المقصه 1-1، وحصل بيراميدز على راحه في هذه الجوله. ده كان 2003. ايضا نروح ل 2005. 2005 اللي افتتح مشواره في بطوله الدوري امام شباب الساحل، اهلي 2005 يفوز على شباب الساحل بنتيجه 8-0 في بطوله منطقه القاهره. احرز اهداف الاهلي احمد فكري هدفان، يحيى احمد هدفان، ومحمد محمود وفارس خالد ويوسف جمال وعبد الله بوسنجي هدف لكل منهما. نروح لاهلي 2006. اهلي 2006 بيفوز على الاسماعيلي برباعيه في بطوله الجمهوريه في ملاعب الناشئين بمدينه نصر بمباراه كبيره وعرض كبير لاهلي 2006 تحت 14 سنه. سجل اهداف الاهلي الهدف الاول ابراهيم عادل، والهدف الثاني عمر سيد معوض، واضاف ايضا ابراهيم عادل الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الاهلي، وعمار وليد حافظ اللي نزل في الشوط الثاني وما شاء الله عمل يعني فارق في المباراه واحرز الهدف الرابع. نروح ايضا لنتائج الجوله الرابعه لدوري الجمهوريه للناشئين 2006. المجموعه الاولى الاهلي فاز على الاسماعيلي 4-2، الانتاج الحربي على البنك الاهلي 5-3، وادي دجله على المقاولين العرب فاز بنتيجه 1-0. نروح للمجموعه الثانيه، بيراميدز فاز على الزمالك بنتيجه 2-1، وانبي فاز على سيراميكا 2-0، وتعادل المصري مع مصر مقصه التعادل السلبي 0-0. نروح بقى لبراعم النادي الاهلي، اهلي 2008 يفوز على الاتصالات بسداسيه نظيفه في مهرجان البراعم واحرز الاهداف، ويكون معنا بعد شويه اهداف هذا اللقاء، لكن هقول لحضراتكم احرز اهداف اللقاء يوسف علاء هدفان، وحمزه عبد الكريم، وسيف محمود، ويوسف حلمي، وشلبي يوسف. نروح لنتائج براعم الاهلي في اليوم الاول لمهرجان منطقه القاهره. فريق 2011 حقق الفوز بنتيجه كبيره على فريق الغابه بـ9 اهداف دون رد. فريق 2010 فاز على المرج بثنائيه، سجل الاهداف ابراهيم نبيل وياسين تامر، وايضا 2009 فاز على السكه الحديد 5-0، سجل الاهداف عمر سامح 4 اهداف ويوسف مسلم هدف.
نروح للخبر اللي بعد كده من الاتحاد المصري لكرة القدم. اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد النهاردة أصدرت قرارات مهمة، لكن هنعلق على القرارات اللي بتخص الأشبال والناشئين. النهاردة من ضمن الأخبار اللي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية، وده خبر مهم جدا. النهاردة علشان الدوري بدأ متأخر علشان فيروس كورونا، فالنهاردة اقتصروا على بطولات البراعم والمناطق هتكون من دور واحد، لكن بطولات الجمهورية هتكون دي من دورين، ودي بطولة قوية بتخدم بعد كده منتخبات القومية. أيضا من ضمن الأخبار الاتحاد المصري اللي أصدرها النهاردة والقرارات إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر، والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة، وده شيء مهم أيضا علشان فيروس كورونا. سادسا، وده هنعلق عليه بعد كده، إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين، وده هنعلق عليه في نهاية أخبارنا. نروح بعد كده للخبر المهم أيضا، كابتن ربيع ياسين المدير الفني، نقول السابق ولا مش السابق لسه هنشوف. كابتن ربيع ياسين بالأمس تقدم باستقالته لمنتخب من منتخب مصر. كابتن ربيع ياسين امبارح أصدر يعني بيان بيقول يتقدم كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر الشباب باعتذاره عن عدم التواجد في العمل في المرحلة المقبلة في المنتخبات الوطنية بعد الأحداث التي لحقت به ومنتخب مصر للشباب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021. وأضاف الكابتن ربيع ياسين أنه سيكشف خلال الفترة المقبلة بكشف كل الحقائق التي حدثت في الفترة الأخيرة بالأدلة والمستندات التي أدت لحرمان منتخب الشباب من فرصة تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية وخسارة التأهل لكأس العالم. تعالوا لي بقى يا شباب علشان ده خبر مهم عايزين نقف عنده. النهارده كابتن ربيع ياسين اللي تعب يعني على مدار سنتين او ثلاث سنين في تكوين منتخب كلنا شفناه موجود في الانديه بتاعته، شفنا النهارده لعيبه بتظهر في النادي الاهلي، في نادي الزمالك، في نادي انبي، في المقاولين العرب، ما شاء الله لعيبه منوره في الدوري المصري. لعيبه النهارده الانديه بدات تعتمد عليها. لعيبه لو كنا اشتركنا في البطوله دي وكان في شيء شويه من التنظيم ومن الاهتمام كان ممكن المنتخب ده بدل ما يستنى من دلوقتي من 2020 ل 2024 اولمبياد فرنسا كان ممكن يكون موجود في كاس الامم الافريقيه اللي جايه في موريتانيا، كان ممكن يكون موجود في كاس العالم اللي جاي ايضا. احنا كاتحاد مصر لكره القدم وكمنظومه مصريه خسرنا هذا الجيل، خسرنا ان هو كان ممكن ياخد خبرات، خسرنا ان احنا كنا ممكن نعتمد على هذا الجيل بعد كده ويكون نواه مهمه. الفترة اللي جاية زي ما احنا شفنا لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد قال هنعمل لجنة كشف أو تقصي الحقائق علشان نشوف من المخطئ. طبعا كله حب يرمي على الكابتن ربيع ياسين، كله حب يشيله الشيلة بالمعنى الصح يعني علشان يبقى هو المتسبب في هذه الكارثة. لكن النهاردة كابتن ربيع ياسين اللي سافر قبل البطولة بست أيام، هل هو المتسبب ولا كان لازم يكون في تنظيم أكتر للمنتخب ده؟ كان يكون في استعداد إداري أكتر من اتحاد الكره، خاصه ان الكابتن عادل محفوظ المدير الاداري يعني جاله كورونا قبل السفر فتاخر سفره، كان لو كان موجود كان قام بكل الامور دي. علشان كده النهارده شفنا منتخبات تونس كانت موجوده هناك طبعا معسكره في تونس عشان البطوله، الجزائر والمغرب وليبيا كانوا موجودين ومعسكرين، فيهم اللي معسكر في تونس وفيهم المعسكر يعني عسكر بره دوله تونس، وادوا استعداد قوي علشان يكونوا موجودين في البطوله. فمش ده السبب الرئيسي علشان يكون الكابتن ربيع ياسين هو اللي يشيل الشيلة. موضوع الإجراءات الاحترازية وده موضوع مهم جدا، النهاردة كان لازم يكون فيه اتباع للإجراءات الاحترازية، وقلنا من هنا من الحلقة اللي فاتت لازم يكون فيه دكتور مرافق أيضا لبعثة منتخب مصر غير الدكتور وليد منظور الطبيب بتاع الفريق، لازم يكون فيه دكتور ملم بالنواحي الإجراءات الاحترازية علشان تقدر تأمن بعثة منتخب مصر هناك بشكل افضل، وكان لازم حد يسافر عشان يامن الامور دي كلها بشكل اكبر. كابتن ربيع ياسين امبارح يعني تقدم باستقالته. النهارده هنشوف هل الكابتن ربيع ياسين تقدم باستقاله مكتوبه للاتحاد المصري لكره القدم
ولا عبر البيان بس، ده اللي هنشوفه مع يعني ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ احمد عبد الباسط. يا استاذ احمد تحياتي ليك. يا كابتن اسامه ازي حضرتك، ومبسوط جدا ان انا يعني دي اول مداخله بتجمعني بحضرتك واتكلم معاك، دي حاجه تشرفني يعني. ربنا يخليك يا استاذ احمد. طبعا انت تابعت معانا زي المصريين كلهم مشكله منتخب مصر للشباب. امبارح الكابتن ربيع ياسين تقدم باستقالته، هل تقديم الكابتن ربيع ياسين الاستقاله تقدم بها باستقاله مكتوبه للاتحاد المصري ولا ايه الاخبار؟ طيب خليني اقول لحضرتك يا كابتن اسامه عشان نحط النقط على الحروف قدام الناس اللي بيتفرجوا علينا، انه الكابتن ربيع ياسين تعامل بمبدا اللي هو ايه، اتغدى بيهم قبل ما اتعشوا بيا، لانه كان قرار اقاله الكابتن ربيع ياسين هيطلع النهارده في الاجتماع اللي حصل. فالكابتن ربيع ياسين اعلن في بيان رسمي امبارح استقاله، لانه هو عارف ان هو كان هيتم اقالته وهيتم تسريح بقى الجهاز الفني، ولكن الابقاء على بعض اللاعبين. سمعت حضرتك في الكلام اللي انت شرحته او سردته انه الكابتن ربيع ياسين في البعض بيحاول يحمله المسؤوليه، وان كان ده هذا يعني ده في شيء من الصحه وشيء حقيقي، ولكن الموضوع ده تم في عهد اللجنه الخماسيه مش في عهد اللجنه الثلاثيه، لانه كان في ازمات كبيره جدا بين الكابتن ربيع ياسين واللجنه الخماسيه، وده تم عرضه وسرده في وجود وزير الشباب والرياضه. وكمان اللجنه الخماسيه اتضايقت جدا ان الكابتن ربيع اشتكى لوزير الشباب والرياضه من قله الدعم او قله المعاونه ليه، كان عايز يلعب ماتشين وديين في السعوديه ما تمش، كان عايز يسافر بره بدري ما تمش، امور كتير ما تمتش للكابتن ربيع ياسين، كانت كل مواجهاته مع كل ناس كلها فرق محترمه، لكن كان بيلعب مع الاميريه وبيلعب، فكانت اماء يعني فرق ما ينفعش انت تعد منتخب شباب لبطوله شمال افريقيا بالطريقه اللي هي انت محتاج فرق احتكاكات قويه، محتاج فرق لعيبه في نفس المستوى بحيث ان انت تستفاد. فده اللي كان مؤثر على منتخب الشباب وعلى الكابتن ربيع ياسين. الكابتن ربيع ياسين خلاص هو مشي رسمي من اتحاد الكوره، وافقوا خلاص على الاستقاله يا استاذ احمد؟ هو خلاص بغض النظر عن الموافقه، هو تم هيتم اصدار قرار في الاجتماع اللي جاي، هم ما طلعوهوش في اجتماع النهارده، ولكن هو كانوا عندهم نيه تسريح الجهاز، لكن هم هياجلوها، هيقول لك تم قبول الاستقاله وتعيين الاجهزه الفنيه الجديده اللي حضرتك ذكرتها 2003 و2006 يعني في نفس الاجتماع. وده يعني برضه عشان ندي الحق لاصحابه، يعني الكابتن ربيع ياسين تعب، الكابتن ربيع ياسين بيلف في كل البلاد وعمل منتخب اللي هيستلم بعد الكابتن ربيع ياسين هيستلم 50 60 لاعب هم نواه للمنتخب ده، لان المنتخب بتاع 2001 ده العدد الفردي، 2001 ده اللي هيلعب اولمبياد 24 بعد منتخب كابتن شوقي غريب، 97 هتسلم 2001 اوتوماتيك. فالامور عشان نحطها في نصابها القانوني، لجنه تقصي الحقائق اللي عاملينها في اتحاد الكوره، وانا ضد نظريه المؤامره اللي الناس بتقولها بره، وانه احنا تعرضنا للظلم في تونس وي نتيجه المسحه اللي تمت في مصر هنا فيها 17 لعيب والمدير الفني برضه هي، لكن انه اداره الملف هناك واعتقد من الدكتور جمال محمد علي تم ادارتها بشكل خاطئ جدا. عدم سفر الكابتن عادل محفوظ برضو اثر جدا على البعثه كلها والترتيبات كلها الخاصه بالبعثه. اعتقد ان الكل مخطئ في الموضوع. كان المنتخب ده انا يعني ما زلت مصمم على رايي ان هو كان تصفيه حسابات صراعات ما بين اللجنه الخماسيه وما بين شكوى الكابتن ربيع ياسين لوزير الشباب والرياضه. يا استاذ احمد، وانت بتابع طبعا لاتحاد الكوره ومتخصص في شؤون اتحاد الكوره، فاكر المنتخب الاول لما سافر معاه كام واحد كان رئيس بعثة أو مرافق للبعثة من الاتحاد المصري؟ ده حقيقي، وهو الدكتور جمال محمد علي برضه، الدكتور جمال محمد علي ما سافرش بس عشان هو رئيس بعثة، الدكتور جمال محمد علي عضو في اتحاد شمال افريقيا، فكان ده شغل بالنسبة له لازم يبقى موجود هناك حتى لو منتخب مصر مش موجود، فكان بالتالي هو هيبقى موجود هناك. برضه الدكتور محمد أبو العلا سافر هو مساعد ليه بعد ما الاصابات حصلت، طب ما كان سافر من الاول، لو احنا ما احنا لو مخططين صح فهو كان تخطيط سيء. فده كله اثر على جيل جديد من اللعيبه، اللعيبه كلها طبعا انا بتواصل مع معظمهم وعارف ان هم متضايقين وزعلانين، لكن خلاص اللي حصل حصل، نتيجه التحقيقات هتطلع ولا هنلاقي في جو مؤامره ولا بالعكس هنلاقي التقصير من عندنا احنا. وفي نفس الوقت اللي حصل حصل، لازم نبص للي جاي ونخطط كويس لان احنا ما بنتعلمش من اخطائنا بسرعه يعني. طيب انت وانت بتتكلم دلوقتي قلت لي من ضمن قرارات اتحاد الكوره ارجاء تشكيل منتخب 2003 و2006 للجلسه القادمه، ده من قرارات اتحاد او اللجنه الثلاثيه اللي بيدير اتحاد الكوره المصري كره القدم. هل النهارده اللجنه دي زي ما يقال انها جايه شهرين ثلاثه للانتخابات بعد كده، هل النهارده من الاولى انها تشكل لجان وتبحث السير الذاتيه، ولا تستنى النهارده بعد عقد انتخابات اتحاد المصري كره القدم والمجلس اللي جاي هو اللي يشكل الاجهزه دي عشان هو اللي يقدر يحاسبهم؟
بص يا كابتن اسامه، باللغه يعني انا باللغه العاميه بتاعتنا، قعدتك ولا هتشتريها انت؟ العميد ثروت سويلم عين لجنه حكام وعين لجنه مسابقات، جت اللجنه الخماسيه اقالت الكل ومشت الكل وراحت معينه لجان جديده، جت اللجنه الثلاثيه هتعين الاجهزه الفنيه، اللي هيجي لو هو على هوا اللجنه الثلاثيه وبينهم وفاق الاجهزه دي مكمله، لو في خلاف خلاص اللي بيجي بيغربل اللي قبليه. طب ازاي يعني النهارده ممكن اجيب جهاز فني بعد ما يشتغل بعد كام شهر اغيره تاني؟ طب ما النهارده من الاولى ان انا استنى النهارده المجلس اللي جاي بعد ما يتم انتخابه، هو اللي يشكل، هو اللي يحط منتخباته، هو يحط الخريطه بتاعت الكره المصريه. ومين قال لك انه اللي جايين مش هيبقوا على تواصل مع اللجنه الثلاثيه؟ يعني كنت عايز اسمع منك دي الاول. يعني ومين قال ان اللي جايين مش على تواصل؟ لا، فالموضوع كله يعني بتبقى العمليه مقريه ومفهومه طبعا. لا ما 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 يعني ما حدش يجرؤ، يعني ما لو اللي جاي مثلا مش عاجبه الناس اللي موجوده بقى لازم النتائج هي اللي تعبر عن نفسها، امشيه، لكن هو حد ناجح خلاص اسيبه. لكن هل من صلاحيات اللجنه الثلاثيه تعين؟ يبقى اللجنه الخماسيه هي اللي عينت كابتن حسام البدري، اللجنه الخماسيه هي اللي عينت اللجان كلها الخاصه باتحاد الكوره. فبالتالي اللجنه الثلاثيه هو رئيس اللجنه الثلاثيه لاداره اتحاد الكوره، ولكن المسمى الطبيعي ده رئيس اتحاد الكوره، فياخد اي قرارات عاوزها، بدليل انه تم ارسال خطابات، يعني وانا بقول لحضرتك امبارح للمناطق، اللوائح اللي جات لكم بتاعه المسابقات من اللجنه الخماسيه تركنوها على جنب، هنبعت لكم لوائح جديده، نبدا من الاول وجديد. هنبدا على النظافه. انه النهارده مثلا مواعيد القيد اللي بعتها اللجنه الخماسيه، لا نركنها وهنغير احنا. فدي انا بقول لحضرتك عدتك ولا هتشتريها. بص يا كابتن اسامه، انا دايما مع مبدا لا اجتهاد مع نص، انا طالما في قانون ما حدش هيقدر يغير. احنا عندنا كل شويه اللوائح بتتغير بقى بالهوا بالمزاج، كل شهر وكل سنه وكل سنتين، ينفع انتخابات بعد سنه، ينفع بعد 4 سنين، ينفع بعد 6 شهور، فهي بتتعدل وبتتكيف حسب الاهواء. طيب عايز ارجع لمنتخب الشباب اخيرا، دلوقتي لجنه تقصي الحقائق هل وصلت لنتائج ولا لسه اللجنه ما انعقدتش، ولا هو تشكيل اللجنه ده يعني كلام للاعلام بس؟ اللجنه بالعكس بتجتمع وخدت كل الاوراق والمستندات المطلوبه، اللي هل احنا موقفنا سليم ولا مش سليم، ولكن هي القرار من الاول والاخر اتحكى بالبلد يعني، وهو في الاخر هيطلع القرار انه في خطا وفي تقصير، واللي هيقول ان احنا سافرنا بدري شويه، واللي هيقول ان احنا سافرنا متاخرين، لكن هم ما طلعوش تقرير حتى الان اللحظه اللي بكلمك فيها يعني. وخلاص الكابتن ربيع ياسين حلها بتقديم استقالته. استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك. دي كانت كل اخبارنا في برنامج الاشبال، نروح لفاصل، بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله يعني عندنا براعم من النادي الاهلي، بدايه من فريق 2008، فريق 2008 و2009 و2010 و2011، عندنا ما شاء الله مواهب حقيقيه فعلا. يعني هنبتدي مع 2008، الفريق دوت ما شاء الله فيه عناصر مميزه جدا، وعندنا الكابتن او المدير الفني كابتن اسامه زكي ومعاه احمد رؤوف عاملين شغل هايل مع فريق 2008. في اول مباراه في دوري البراعم فازوا بنتيجه كبيره على فريق الاتصالات في ملاعب الناشئين في مدينه نصر بنتيجه سداسيه. احرز اهداف النادي الاهلي يوسف حلمي وسيف محمود وحمزه كريم ويوسف علاء هدفين وشلبي يوسف. نروح نشوف مع بعض اهداف لقاء الاهلي والاتصالات اللي انتهى فوز الاهلي بسداسيه. We'll be right back.
دي كانت اهداف 2008 وفوز كبير على فريق الاتصالات بسداسيه. بس عايز ارجع لشكل الملعب، وانا مهتم جدا ان احنا نشوف شكل الملاعب ومدى اهتمام النادي الاهلي بالملاعب السنه دي، سواء ملاعب النجيل الطبيعي وملعب المباريات وايضا كمان ملعب النجيل الصناعي. يا ريت دكتور مخرجنا يرجع لي بصوره الملعب. شكل الملعب السنه دي ما شاء الله مختلف، تم تطويره وتجديده، تجديد الملعب، ارضيه الملعب، وكمان اماكن جلوس اولياء الامور. الملعب ده تم انشاؤه في 2004، من 2004 الملعب ما كانش تم تجديده، السنه دي في 2020 تم تجديده وافتتاحه، وبالمناسبه كمان بيشتغل عليه او بيتمرن عليه اكاديميات النادي الاهلي في مدينه نصر وكمان براعم النادي الاهلي، فما شاء الله حاجه راقيه جدا، حاجه يعني تليق بناشئين النادي الاهلي. دي كانت اهداف 2008 فوز كبير على الاتصالات. ايضا نروح للقاءات ما بعد فوز الاهلي على الاتصالات ولقاءات مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، احنا بعد فتره بتاعه دوري زد الحمد لله رب العالمين حصلنا على البطوله، يمكن كانت بطوله بديه بس كانت بطوله قويه جدا، فالحمد لله الاداء كان كويس جدا وكانت استعداد قوي للدوري، بدايه الدوري النهارده ان شاء الله باذن الله، فجالنا من 3-4 ايام تقريبا الدوري هيبتدي النهارده، فالحمد لله رب العالمين احنا كنا مستعدين باي شكل من الاشكال. جدول جالنا اول فرقه النهارده مع الاتصالات، الحمد لله رب العالمين الاداء كويس، اداء جيد يعني الحمد لله رب العالمين، بشكل كبير الاولاد نفذوا التكتيك اللي احنا بنتمرن عليه من اول سنه الحمد لله، وان شاء الله باذن الله الجدول هيجي كله. مش عارف طبعا منطقه القاهره اتاخرت ليه، بس احنا جاي لنا الجدول بماتشين بس، يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله تاني ماتش تقريبا مع فرقه اسمها عرب الحصن، ربنا ييسر باذن الله ان شاء الله باذن الله، واستمراريه للفوز واستمراريه ان شاء الله باذن الله للبطولات. فرقة 2008 من الفرق القوية الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله باذن الله ناخد البطولة ان شاء الله. يمكن انا والكابتن اسامة والجهاز طبعا بنتعامل يعني بنتعمد اللي احنا نتعامل معاهم في الجانب النفسي قبل الجانب الفني، ان برضو الاولاد مسابة زي يعني نفس سن ولادك وكده، فالجانب النفسي يعني بيتغلب على حتة الجانب الفني شوية، والمرحلة دي مرحلة اكتساب، مرحلة التعليم، بنحاول نعلمهم اكتساب مهارات، وطبعا قبل ده كله حته روح الفانيلا الحمراء اللي هي المكسب، والحمد لله الولاد ادوا بشكل كويس، خدنا قبلها بطوله زيت، لعبنا ماتشات وديه كتيره، فالولاد تعودوا على حته المكسب، فكان دافع ليهم في بدايه الدوري، كان بطوله زيت اللي احنا لعبناها وخدناها كان بدايه دافع ليهم، اللي احنا الحمد لله يمكن الاداء شكله كويس، الحمد لله رب العالمين شكله كويس، وبدايه ان شاء الله كويسه باذن الله. الحمد لله والله الفريق كله رجاله، الحمد لله لعبنا باداء كويس، معانا لعيبه ابطال، كابتن اسامه على طول بيقول لنا نلعب بروح، ان النادي الاهلي عمره ما بيخسر، احنا فريق ابطال واحنا متعودين دايما على الفوز، حتى لو تعادلنا بيبقى الكابتن اسامه بيبقى زعلان مننا طبعا، ان احنا النادي الاهلي طبعا ما ينفعش معانا الا الفوز، فنحمد ربنا ان النهارده كسبنا. النهارده والله حظوظك، النهارده كلنا كنا رجاله وكلنا النهارده فرحنا بالفوز، واول ماتش في الدوري لازم البدايه بتاعتنا تبقى فوز، عشان احنا النادي الاهلي والنادي الاهلي لازم يكسب كل ماتش. ده كان قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مع فريق 2008. ايضا نروح لقطاع مهم جدا في النادي الاهلي وهو اكاديميات النادي الاهلي، قطاع استثماري، قطاع ايضا فني، وشفنا ايضا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وهو هنا في قناه الاهلي بيتحدث مع الاعلامي او الاستاذ يعقوب السعدي عن اكاديميات النادي الاهلي. يعني الحوار كان فيه جانب مهم عن اكاديميات النادي الاهلي، وقال النهارده ان قطاع الاكاديميات قطاع مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، قطاع استثماري بيحقق ارباح كبيره. النهارده شفنا النادي الاهلي ما شاء الله عندنا 16 او 17 اكاديميه في فروع مصر، ايضا قطاع بيعمق او بينشر جماهيريه النادي الاهلي، كل الولاد الصغيره اللي لسه دلوقتي مثلا عندها 5 سنين و6 سنين بيطلع بيشوف النادي الاهلي عنده في المحافظه وعنده في بلده فيبدا يتعلق بالنادي الاهلي، ده قطاع مهم جدا. وايضا قطاع فني، عمليه الاختبارات اللي بيتم في النادي الاهلي في مدينه نصر النهارده ممكن يصعب على ولي الامر او على اللاعب انه يروح النادي الاهلي في مدينه نصر، النادي الاهلي دلوقتي بقى موجود في المحافظات كلها دلوقتي من خلال الاكاديميات، فالنهارده اصبح قطاع الاكاديميات قطاع مهم جدا، قطاع استثماري،
قطاع فني كمان ممكن يخرج لاعبين لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكمان بيخرج منه مدربين لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. فرع الشرقيه مع فرع مركز شباب الجزيره اقاموا مهرجان كبير كان في مركز شباب الجزيره، كان لقاء مثمر ولقاء كمان يعني جت اكاديميه النادي الاهلي في الشرقيه لمركز شباب الجزيره، وكان كاميرا الاشبال موجوده هناك. نروح نشوف التقرير ده والمهرجان ده، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن سيد غريب نجم الاهلي السابق وايضا المدير الفني لفريق 2006 في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. الأكاديمية دي برغم ان جينا متاخرين جدا فيها، اللي هي كانت يعني عوضت الاكاديميه في مدرسه السعوديه نتيجه انه ملاعب في السعوديه ما كانتش على المستوى، فاضطرينا احيانا نتعاقد مع مركز شباب الجزيره، وهي موافقه تمت عن طريق لجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب، لانه بتخدم برضو كمان النادي الاهلي بالجزيره، لانه النادي الاهلي بالجزيره ما عندوش اي منافذ للاعضاء يلعبوا فيها او اكاديميات. الاكاديميتين الموجودين في مدينه نصر الشيخ زايد بعاد جدا طبعا عن الناس اللي بتسكن في وسط القاهره هنا، فبالتالي اغلب اعضاء النادي الاهلي في الجزيره استفادوا من هذا المكان. ان شاء الله السنه الجايه هيكون في طبعا اكثر من فرصه لانهم يشتركوا بشكل افضل، عشان هذا المكان هي مكان مجهز تجهيز كويس جدا، ونحن بنعتبر انه هو امتداد للنادي الاهلي. احب اشكر لجنه التخطيط انها طبعا قعدت معاها عشان اوريها دوري الاكاديميات الخاص بالنادي الاهلي، واقترحوا طبعا بعض الامور الخاصه انه تسمى هذه الدوري الاكاديميات دوري الاكاديميات الاول باسم فلان، باسم مثلا مؤمن زكريا، باسم ثابت البطل، الدوريات هتتسمى باسم النجوم الكبار او الليجنز، ممكن باسم برضو رؤساء نادي كابتن صالح السليم، كابتن حسن حمدي، كابتن الخطيب. برضو الحقيقه عايزين نسمي هذه الاكاديميات باسماء يعني على الاقل تخلد بعض الناس اللي كانت موجوده، محمد عبد الوهاب الله يرحمه برضو لما توفى، كل الحاجات الاسماء دي ان شاء الله لجنه التخطيط هتحدد معانا مسميات هذه الدوري اللي هيسمى باسمائهم. فرع الشرقيه دي من اقدم الفروع في الاكاديميه. بدانا تقريبا من 2007، بدانا في بلبيس وبعدين العاشر من رمضان، حاليا دي ثاني موسم لينا في مدينه ابو كبير. عندنا لعيبه مميزه جدا في الفرع ان شاء الله. طبعا ابو كبير مدينه كلها اهلاويه، ودي بيساعدنا كتير على العمل في الاكاديميه. ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله عندنا لعيبه مميزه جدا. الكابتن شطه وعدنا باذن الله الفتره اللي جايه هيعمل دوري بين المميزين في الاكاديميات كلها في كل فروع مستوى الجمهوريه. النهارده اللقاءات دي ده كان من ضمن الاستراتيجيه اللي احنا عاملينها الاكاديميه 2021، مخططينها مع مدير جهاز الاكاديميه كابتن شطه والجهاز المعاون معايا الدكتور محمود صالح وكابتن حماده مرزوق. من ضمن الاستراتيجيه دي ان احنا في تبادل خبرات ما بين الفروع كلها، ان احنا بنعمل لقاءات وديه. اللقاءات الوديه دي انها بتخرج بس لعيب كويس ويبقى بنسلط عليه الضوء مع قطاع الناشئين، بناخد برده بنقدر نتواصل برده لافضل لعيبه كويسين عشان ناخد منهم فرقه كويسه نبدا نلاعب قطاع الناشئين، ويبدا يبقى المخرج او المفرز دايما للاكاديميه لقطاع الناشئين، ودايما في لقاءات مع تنسيق مع كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالتنسيق معاه، ان احنا برضو بيبقى فيه في اي وقت قال لنا في اي وقت. طبعا القطاع والاكاديميه ده مكان واحد في الاخر تحت مسمى النادي الاهلي، اي حد عندكم يجي طبعا ينور يكون كويس، طبعا هيفيد القطاع احنا هنكون معاه طبعا. فدي ده كان من ضمن الاقتراحات والحاجات اللي احنا كنا عاملينها في الاستراتيجيه اللي عاملينها 2021 لاكاديميه النادي الاهلي. أحد أبناء جيل تسعينيات القرن الماضي الذي لعب وتألق بين صفوف الأهلي وأحرز معه العديد من البطولات، ظلمته الظروف أحيانا بتواجد مجموعة من الأسماء الكبيرة في هذا العصر، لكنه لفت الأنظار بشدة، وحين رحل كان الهدوء شعاره. هو سيد غريب نجم فريق الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق 2006، صاحب تاريخ طويل وكبير مع عالم الساحرة المستديرة.
ولد سيد غريب بالقاهرة في 10 من يناير عام 1976، وانضم لناشئي الأهلي مبكرة قبل أن يتم عامه 12، ولعب حتى تم تصعيده للفريق الأول، والذي حصد معه 3 ألقاب دوري وبطولة عربية وأخرى لكأس مصر، قبل أن يرحل ليخوض مجموعة من التجارب من بينها الإسماعيلي والسويس وجمهورية شبين والسكة الحديد، ثم أعلن اعتزاله واختار التدريب مجالا. عمل في أكاديميات الأهلي مدربا في بلبيس ثم مدينة نصر، ثم مديرا فنيا في براعم الأهلي ومدربا مساعدا في ناشئي الأهلي مع سمير كمونة. خاض 10 التجارب التدريبية، من بينها أنه كان مديرا فنيا لناشئي 1997 و1998 بالأهلي، وهو الجيل الذي أخرج ناصر ماهر وزملائه الحاليين بالمنتخب الأولمبي والفريق الأول بالقلعة الحمراء، قبل أن يرحل لتجارب عربية سواء في اتحاد جدة والباطن والوحدة ثم إنبي، وأخيرا يعود الطير المغرد إلى بيته كمدير فني لمواليد 2006 بالأهلي. سيد غريب من عائلة تعشق الأهلي، معنا اليوم في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهاردة اللي مشرفني ومنورني النهاردة في برنامج الأشبال، بالرغم أنه هو يعني أول ما ابتدى حياته في النادي الأهلي كان مهاجم كبير، كان مهاجم هداف، لكن حظه كان وحش شوية، الإصابات يعني بعدته فترة كبيرة عن الملاعب، وأيضا كان في مكانه في الوقت ده كان في مهاجمين كبار، لكن حظه بياخده دلوقتي في التدريب. يعني احنا كلنا بنتوقع له إن شاء الله هيكون مدرب كبير ما شاء الله في النادي الأهلي، بقاله فترات طلع أجيال وطلع لعيبة كبار، وأيضا دلوقتي هو في القيادة الفنية لفريق 2006. ما شاء الله فريق 2006 عندنا ما شاء الله يعني مليء بالمواهب في النادي الأهلي، وأيضا كمان في الدوري السنة دي 2006 بيلعب بطولة الجمهورية بيحقق العلامة الكاملة، الفوز في كل المباريات. ضيفكم النهاردة الكابتن سيد غريب المدير الفني لفريق 2006 في النادي الأهلي، منورنا وشرفنا يا كابتن سيد. أهلا بيك يا كابتن أسامة، متشكرين على التقييم الجميل دوت. لا ده حقك طبعا. الله يخليك كابتن، شكرا لذوقك. في البداية بقى يعني كابتن سيد غريب مدير فني لفريق 2006 السنة دي في قطاع ناشئين في النادي الأهلي، عايزين نتكلم بقى باستفاضة عن فريق 2006، خاصة ان انتوا السنة دي الدوري قوي، بطولة جمهورية، المشوار ابتدى والحمد لله اول 3 مباريات مكسب في الدوري. الحمد لله احنا اشتغلنا مع فترة اعداد، كانت اطول فترة اعداد عملناها 3 اشهر، بدأنا من شهر 8. الحمد لله اشتغلنا وعملنا معسكر كويس، اشتغلنا مع الولاد، ثقفنا الولاد، اشتغلنا معهم شغل احسن من الفترة اللي فاتت، عملنا معسكرات خارجية مع الولاد. عملنا مطوشة ودية كتير، الحمد لله عملنا إنجاز كويس معهم الفترة اللي فاتت، وده الحصاد اللي احنا بنعمله، ان احنا شغلنا 3 مباريات كسبنا 3 الحمد لله، كسبنا الانتاج، كسبنا سموحة، كسبنا الإسماعيلي 4-2 الماتش الأخير. قبل ما اروح بقى نتكلم عن 2006 السنة دي وعندكم دوري قوي، كابتن سيد في قطاع الناشئين في النادي الأهلي من فترة. انا اشتغلت في قطاع الناشئين في 9 سنين في قطاع الناشئين، اشتغلت مع مجموعه 97 واشتغلت مع مجموعه 96 واشتغلت مع 2093. الحمد لله اشتغلت مع مجموعه ناصر ماهر وكريم ندري 97 دول 97 اشتغلت معاهم 3 سنين الحمد لله، حققنا 3 بطولات معاهم. بعد كده 96 اشتغلنا مع فريق هاني محمد هاني اشتغلت معاه، والحمد لله الحمد لله خدنا يعني البطولة. انت النهارده كان في فريق 97 حضرتك كنت انت المدير الفني معاهم 3 سنين كان ناصر ماهر وكان كريم ندفيد وبيكم احمد رمضان بيكم اللي تم عودته مره اخرى للنادي الاهلي، وكريم يحيى اللي بيلعب في نادي الاتحاد السكندري دلوقتي. واشتغلت كمان مع رامي ربيعه، كمان كنت مساعد مع كابتن سمير كمونه. يعني اشتغلت مع مجموعه كبيره من لعيبه النادي الاهلي دلوقتي. كويس ما شاء الله، انت طلعت اجيال كتير للنادي الاهلي برغم كابتن سيد غريب يعني لسه صغير. انا بدات صغير يا كابتن في التدريب. انا بدات وانا عندي 23 سنة، عارف الاصابات كانت صعبه عندي شويه. يعني جت لي اصابه في اول السنه، يعني في اول عمري وانا عندي 18 سنة، بعد كده جت لي تاني وانا عندي 21 سنة في الاسماعيلي، بعد كده بعدت شويه بقى، بعدك خدت مجال التدريب. خدت مجال التدريب. البدايات كانت قويه لكابتن سيد وهو في النادي الاهلي، ولما صعدت للفريق الاول لعبت في البطوله العربيه وعلمت وقتها، ولعبت امام رفح الفلسطيني صح كده، ونزلت كمان احرز هدف، والناس تنبأت مولد هداف جديد للنادي الاهلي.
انا الحمد لله اشتغلت مع الدرجه الاولى ايام هولمان مستر هولمان اشتغلت معاه واشتغلت معاه في بطوله العربيه وكاس مصر واشتغلت معاه كمان في الدوري كمان اشتركت في الدوري لحقت الكابتن شوبير لحقت الكابتن علاء عبد الصادق في اخر ايامه يعني الحمد لله مش عايزين نكبرك بس لا لا ده تاريخ ليا كويس يا كابتن الحمد لله انت كمان واجهه مشرف النادي الاهلي عايزين بقى نتكلم عن السنه دي 2006 2006 ما شاء الله عندنا فريق في النادي الاهلي فريق محترم فريق فيه عناصر مميزه ابتديت الدوري السنه دي عملت فتره اعداد مميزه السنه دي يا كابتن سيد الحمد لله انا بشكر الكابتن خالد وبشكر مستر كولين اشتغل معانا كويس قوي يعني انا بشكر الكابتن خالد ان احنا عملنا معسكر كويس قوي وعملنا فتره اعداد كويسه وعملنا مطوشه كويسه فرقه 2006 دي يعني الحمد لله احنا بنتبقى لها ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه السنه دي ونطلع لعيبه كويسه تلعب منتخب مصر ان شاء الله اتبسطت لما الدوري السنه دي قالوا دوري الجمهوريه السنه دي غير دوري المنطقه انت عارف ولا قلقته شويه دوري قوي لسه تجربه اول تجربه للولاد ولا استعديته كويس لا كابتن والله احنا استعدينا كويس قوي الحمد لله فهو ده كان عندنا ثقه في ربنا في الولاد ان احنا نبدا كويس اول ما اتعمل دوري الجمهوريه احنا يعني رحبنا بيه كبير جدا كان كويس. في عندنا كبيره احتضرت احنا لا ما احتضرناش احنا خدناها بجد واشتغلنا كويس ودوت الحصاد اللي احنا بنحصده دلوقتي دعمته السنه دي كان السنه دي طبعا الظروف مختلفه السنه دي في قطاع الناشئين كورونا لما جت انت بتعمل اختبارات في المحافظات بتقدر تنزل بتنقي لعيبه بتشوف بعينك كمدير فني السنه دي اتحرمت انتم من الموضوع ده بص يا كابتن والله احنا يعني احنا اتظلمنا قوي السنه دي اتظلمنا ان مفيش اختبارات عارف في السن الصغير دوت بتلاقي مواهب بتلاقي. في كل المحافظات بس الحمد لله اشتغلنا مع الولاد كان عندنا عدد كبير من الولاد اخترنا منهم عدد كويس والحمد لله يعني اشتغلنا مع الولاد حتى في كذا لعيب كده غيرنا الاماكن بتاعتهم عشان الثغرات اللي عندنا نسدها شويه والحمد لله عملنا شغل كويس معاهم يعني انت النهارده انت بتقول لي انك انت بتوظف لعيب في مركز تاني مهم في الناشئين النهارده ان الولد يقدر يحفظ كذا مركز بحيث النهارده لما بيطلع فريق اول النهارده بنشوف مثلا لعيب زي عربي بدر من قطاع الناشئين عربي بدر بيلعب خط وسط مدافع موسيماني لما لعيبه اعتمد عليه في حته الباك رايت مهم انك انت كمدرب ناشئين بتحفظ الولد في كذا مكان بص يا كابتن احنا بنشتغل كويس قوي مع الولاد بنحفظ الولاد في خطوط بنحفظها لبعض يعني مثلا لو انا بشتغل سيرد باك لازم احفظه الحته بتاعه الديفندر لو انا بشتغل مثلا باك رايت بشغله الحته بتاعه الهاف رايت فبنحفظه فبتبقاش بعيده فلما بتحفظ انت بترتاح بعد كده ممكن تقابلك اصابات وقف بتاع فبتبقى بتحلها من عندك من جوه الملعب بتحاول تنقل طريقه لعب الفريق الاول للناشئين يا كابتن سيد ولا انت النهارده انت ليك اسلوب مختلف عن الفريق الاول ولا دايما بتربط بحيث عشان الولد لو بعد سنتين ثلاثه جات له فرصه في الاول فتبقى الامور قريبه وسهله لا يا كابتن احنا عندنا سيستم النادي كله ماشي عليها احنا بنشتغل السيستم الدرجه الاولى حتى كويس. بطريقه اللعب الدرجه الاولى حتى مش هتلاقي مشاكل دلوقتي من اللاعب الناشئ اللي هو 17 18 سنه لما بيجي يطلع درجه اولى اللعب هو السيستم هو سيستم الشغل هو الحمد لله احنا شغالين كويس وفي ربط بين الدرجه الاولى وبين قطاع الناشئين كويس وده يعني الحمد لله يعني في محاضرات بيننا وبين بعض الثقافه للعيبه بينقلوها بنثقف اللعيبه تكتيكيا وفنيا وبدنيا فدي ده شغل ما كانش بيحصل قبل كده يا كابتن طب كويس يعني النهارده السنه دي بروكيتش فرق معاكوا السنه دي هايل يعني هو بيثقفنا بحاجه كويسه قولنا بيعمل ايه بروكيتش يعني عايزين نحط الناس كده في الصوره يعني في العمل او التطوير السنه دي اللي في قطاع الناشئين السنه دي اتصرف فلوس كتير تم دمج فرق السنه دي مدير فني اجنبي الاستفاده للاعبين والمدربين ايضا كمان بص يا كابتن هو الراجل بيدينا سيستم شغل بتاع اوروبا بيثقفنا ان اللعيب في اوروبا بيشتغل ازاي بيلعب ازاي بيقف ازاي وقفته في الملعب ازاي يعني احنا في حاجات احنا ممكن نكون احنا بنعملها بس احنا ما خدناش بالنا منها او ما نعرفش احنا بنعملها ليه فقعد معانا كويس قوي وقعد يقول لنا في الموقف دوت بيحصل كذا عشان احنا كذا بنعمل كده في اوروبا بيحصل كذا فاحنا لازم ننقل الثقافه بتاعت اوروبا للنادي الاهلي ان النادي الاهلي نادي كبير واكبر نادي في افريقيا والوطن العربي لازم يلعب بنفس السيستم بتاع اوروبا كويس سافر معاكم الاسماعيليه في المعسكر فتره الاعداد
انا بقول لك يعني الراجل ده مجتهد جدا ما بيسيبش حد، يعني تلاقي مثلا بيصحى معايا الساعه 6 الصبح بيشتغل مع كابتن شريف الساعه 10 بيشتغل معايا الساعه 2 بيشتغل مع كابتن شريف الساعه 4 مع الفرقه كلها مع الفرقه كلها داير. والله يعني 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 بجد 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 تحس ان هو بقى واحد مننا. وفي حاجه تانية ان هو حافظ اللعيبه كلها دلوقتي في النادي الاهلي. يعني تساله على اي لعيب يقول لك ده بيلعب في المكان كذا، بيلعب في الفرقه كده، في السن دوت، يعني بسم الله ما شاء الله يعني مجتهد جدا، يعني حافظ ذات اسماء القطاع كله واللعيبه اكتر مننا والله يا كابتن. طيب قول لنا بقى انت النهارده، يعني عايز اعرف الجهاز الفني بتاع كابتن سيد غريبه للمساعد ومدرب حراس المرمى، تشكيله الجهاز مين؟ تشكيله الجهاز كابتن احمد صديق مدرب مساعد، الكابتن فتوح مدرب اجوان، حراس مرمى، الكابتن عمار اداري، الكابتن طه اخصائي تاهيل، الدكتور علاء طبيب الفريق، عم عبد الرحيم العامل، عم عاطف. طبعا احنا كلنا اسره واحده يعني. ما شاء الله انتوا يعني تشكيله جهاز كانك في الدوري الممتاز بالظبط. النادي الاهلي موفر كل الادوات وكل المساعدين كمان لكابتن سيد غريب. كابتن يعني النادي الاهلي ده كبير في كل حاجه. يعني اي جهاز في النادي الاهلي يمسك اعظم نادي في مصر. ما شاء الله. طيب عايزين نروح بقى للمواهب الموجوده، يعني النهارده عايزين نطمن بقى جمهور النادي الاهلي وتقول لنا الاسماء الموجوده في 2006. يعني 2006 انا اسمع وعارف طبعا ان ما شاء الله فرقه مكسره الدنيا السنه دي. الحمد لله احنا اجتهدنا معاهم الحمد لله. عندنا مجموعه لعيبه كويسه قوي. طبعا مش عاوز نعرف اسماء اللعيبه، مش عاوز انسى حد، عاوز حسام كلنا اسماء الفرقه كلها ما عنديش مشكله. يعني من اول الجون فتحي، عمر الحارس الثاني بتاعه، في محمد طارق، في علي، في ابراهيم، في حسام، في امير، في عمر سيد معوض، في عمر عبد الرحمن النحاس، في يوسف، في مجموعه كبيره من اللعيبه ان شاء الله باذن الله هتلاقيها في المنتخب المصري السنه الجايه ان شاء الله. ما شاء الله. عندك كمان انا الماتش الاسماعيلي، انا كسبت انت ماتش الاسماعيلي 4، كسبنا ماتش الاسماعيلي 4، احرز الاهداف. كان كنت بقول هنا في الاخبار ابراهيم مع حسام، ايوه، وحسام، وفي سيد ابراهيم حسام احرز هدفين، اهدافين. شايف الاهداف معانا، بص الاهداف معانا، وعمار وليد حافظ نزل الشوط الثاني احرز الهدف الرابع. يعني الجون الاولاني احنا طبعا الكاميرا دي الكاميرا بتاعت مستر بروكيتش. دي الكاميرا بتبقى فوق جهاز الكوره من فوق، دي كاميرا خاصه بالمدير الفني الاجنبي بتاع قطاع الناشئين النادي الاهلي، هو بيصور غير كاميرات النادي الاهلي اللي بتنقل الماتشات. ده الهدف مين اللي احرز الهدف ده؟ ماتش الانتاج ده عمر سيد معوض، ده ماتش الانتاج الحربي. ده ماتش الانتاج الحربي، عمر سيد معوض. بص عندهم ثقه ازاي وبيلعبوا ازاي وبيلاقوا بعض ازاي. ما شاء الله. ده الهدف الثاني برضو، ده يوسف كمل. ده عمر سيد معوض برضو هو اللي شاطها، ويوسف هو اللي كملها. ده ماتش الاسماعيلي، ده مباراه الاسماعيلي. بص يا كابتن، كام واحد جوه في ال 18؟ لا، وانا في حاجه ثانيه في الهدف ده، شايف ان لاعيبي النادي الاهلي كلها ورا الكوره. بص الجون ده كمان كوره ثابته الحمد لله، شغالين عليها بقالنا فتره. الحاجات الثابته دي مهمه جدا. ده التكمله هنا. الجون الرابع ده كابتن في الدقيقه 92. بص اللعيبه واقفه على الحيله ازاي وبيلعبوا لعب جماعي. بص قافل الملعب ازاي من الناحيه الثانيه. ده عمار وليد حافظ، ده عمار وليد حافظ كان راجع من اصابه عمار، وكان تشاركته الجزء الثاني. عمار لعيب كبير وكان لعيب مهم قوي في الفرقه بتاعتي، بقاله شهر بس وكان مصاب. فدخلته ماتش سموحه كده لعب بالظبط ثلث ساعه، بعد كده الماتش دوت برضه لعب ثلث ساعه، بس عمار من اللعيبه المؤثره في الملعب. كويس. احنا برضو بنشكر مستر بروكيتش، يعني اللقطات دي تصوير الكاميرا الخاصه بالمدير الفني الاجنبي، دايما ليه كاميرا كده فوق المبنى الاداري بتاع القطاع الكره وقطاع الناشئين، بيصور الماتشات لنفسه عشان يعمل محاضرات للاعيبه النادي الاهلي والاجهزه الفنيه، عشان يقول لهم نقاط السلبيه نقاط الايجابيه، وعشان يبدا يعلم اللعيبه وايضا المديرين الفنيين والاجهزه الفنيه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين محورنا مع الكابتن سيد غريب المدير الفني لفريق 2006 في النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده كابتن سيد غريب المدير الفني لفريق 2006. كابتن سيد، يعني اكيد طبعا في قطاع الناشئين واللعيبه في فريق 2006 خاصه اتفرجوا على النهائي الافريقي بين الاهلي والزمالك، اتعاملتوا ازاي مع اللعيبه بعد المباراه بقى؟
يعني النهارده الفيديو، المحاضرات، التعليق، نقاط السلبيه، نقاط الايجابيه عشان تنقل للولد الخبرات. كان المحاضرات بعد المباراه تمت بشكل ازاي؟ هي المحاضره بدات تاني يوم مع الاجهزه الفنيه في النادي، مع مين؟ مستر مايكل. مع مستر بروكتش. مايكل. فاشتغل معانا، قال لنا الحاجات السلبيات اللي كانت في الماتش والحاجات الايجابيات اللي احنا لازم ننقلها للولاد. فاتكلم عن الماتش بالفيديو ولا بالفيديو؟ لا بالفيديو، كان محضر كل حاجه كويس، فنقلها لنا للاجهزه الفنيه. فقال لنا لازم تكلموا مع الولاد من دلوقتي ان انتوا تشتغلوا معاهم على الحاجات ديت. اشتغلنا مع الولاد بعديها بساعتين. كانوا الولاد كانوا جم، قعدنا معاهم قلنا لهم الحاجات الايجابيه اللي هي فادت النادي الاهلي، الشغل بتاع النادي الاهلي، روح النادي الاهلي، الاصرار بتاع النادي الاهلي ان هو لازم يكسب في اي وقت من الماتش، مش من اول دقيقه بس، لا ده هو في اخر الماتش لازم نكسب، عنده اصرار ان هو يحقق المكسب. اللعيبه اشتغلت كويس قوي، فده نقلنا للولاد. يعني ما تعرفش سعاده الولاد كانوا فرحانين ازاي ان احنا بنقول لهم صوره بتاعت الدرجه الاولى، بنعيشهم ان هم موجودين معانا اكنه هم لعيب درجه اولى، بيشوف الماتش، بيشوف حاجات ممكن ما كنتش شافها قبل كده في التفاصيل البسيطه اللي هو كان محضرها في المحاضره. فالحمد لله اشتغلنا معاها والولاد اتبسطوا بعديها. طب دي حاجه كويسه، يعني النهارده بروكيتش النهارده فرقوا على المباراه او ابرز اللقطات فيديو، وانتوا بداتوا تنقلوا الكلام ده للولاد. واتكلم معانا كمان الشغل اللي احنا ممكن نعمله مع الولاد هيفيدهم في الفتره اللي جايه. عشان الولد لما يطلع درجه اولى يبقى الشغل مش بعيد عنه. طريقه اللعب، اسلوب اللعب، الوقفه بتاعت اللعيبه، التمركز بتاعت اللعيبه. الحمد لله اشتغلنا معاهم كويس والولاد استفادوا قوي منها المحاضره دي. كويس. انتوا عندكم مين المجموعه بتاعتكم في الدوري؟ احنا مجموعه معانا الاسماعيلي، معانا الانتاج الحربي، معانا سموحه. ده كسبتوهم خلاص؟ طيب الحمد لله. عندنا البنك الاهلي، عندنا دجله. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. والمولين. والمولين ثلاث فرق، ست فرق، بياخدوا اول وثاني من هنا واول لا ثلاث فرق يا كابتن، ثلاث فرق. بعد كده التصفيه، بعد كده التصفيه للمجموعه الثانيه ثلاث فرق برضه. الكابتن سيد غريب برضه ليه تجربه، كانت قبل ما يجي النادي الاهلي كانت في انبي، تجربه ناجحه جدا. كان ليه تجربه ايضا في السعوديه. بس قبل ما اروح اتكلم على التجربتين المهمين دول، عايزين نروح نشوف التقرير ده مع الجهاز الفني وايضا لاعبي مواليد 2006 وكلامهم عن المدير الفني الكابتن سيد غريب. والله يمكن انا بحمد ربنا ان بدايتي تبقى مع شخصيه زي الكابتن سيد، من الناس المحترمه جدا جدا. انا مستوى شخصي بستفاد منه بشكل كبير جدا، ما شاء الله مدرب شاطر، مدرب محترم، مجتهد جدا وبيحضر بشكل كويس جدا. يمكن بتلاقيه باستمرار قبل التمرين باكتر من ساعه ونص ساعتين موجود، بيشتغل بنظام الحمد لله. يمكن اللعيبه كلها بتحبه لانه بيعامل الناس بشكل كويس جدا. انا سعيد ان انا موجود معاه السنه دي، استفدت بشكل كبير قوي. ما شاء الله خبرات كبيره للكابتن سيد في اكتر من نادي، ويمكن في نادي الاهلي قبل كده، ويمكن اشتغل في السعوديه فترات كبيره. انا سعيد بوجودي معاه وبتمنى له التوفيق، بقول له منور يا كابتن، وربنا يكرمنا ان شاء الله في نهايه الموسم ان شاء الله نحتفل كلنا بالبطوله مع بعض باذن الله ان شاء الله. عايز اقول لحضرتك يا كابتن سيد، من حتى من قبل ما يجي هنا النادي الاهلي هو كان من معجب. انا ذات نفسي يعني هو زميل ليا في الناشئين يعني في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت انا معجب بشخصيته كمدرب، الشخصيه في كمدرب ان هو بيقدر يعني بيلم اللعيبه حواليه، وفي نفس الوقت راجل مميز تدريبيا. يعني عندنا التدريبات مختلفة تماما، مش كل تدريب شبه التدريب التاني، لا بالعكس، بيتميز بالتمرينات، وفي نفس الوقت هو عنده قوة شخصية، وفي نفس الوقت عنده قوة ان هو بيجمع الولاد حواليه وبيخليهم يعني يبقى فيه حب بينهم، وفي نفس الوقت ده بيخلينا طبعا ربنا بيكرمنا عشان نكسب، والحمد لله يعني هو ماشي بخطة ثابتة في الموضوع دوت. وفي نفس الوقت كابتن سيد يعني مش انا اللي هقدر اقول لك اتكلم عليه كفنيا يعني طبعا، لان دي حاجه هو طبعا مدرب مميز ومكسب طبعا دوره مهم معانا، بيدينا روح. حتى احنا طلعنا من الماتش متعادلين 1-1 ولا اي حاجه، علينا انتوا احسن بكتير، وادانا روح ايجابيه ونزلنا الشوط الثاني كسبنا 4-2. الفرقه اتغيرت، شكلها اتغير كتير، بقى في روح في الفرقه بقت كلها بتحب بعضها، فهو ده اللي بيحقق الفوز معانا عشان كل الفرقه بتحب بعضها. كابتن سيد طبعا مدير فني عالي جدا، يعني من ناحيه فنيه ويعني نفسيه اللعيب طبعا يعني بيدي لكل واحد فرصته. كابتن سيد طبعا يعني حاجه
في الملعب على طول بيشجع، لدرجة ان صوته بيروح من كتر التشجيع اللي بيشجعوا لنا. يعني حتى لو بيقول لنا الحاجات اللي بنعملها غلط كل واحد بيركز ان هو ما يعملهاش تاني. كابتن سيد طبعا شخصية وكابتن يعني واب كبير لينا واخ وكل حاجة، يعني ربنا يخليه لنا. شايفين ما شاء الله العلاقة الطيبة ما بين اللاعبين وما بين المدير الفني، وهي دي دايما العلاقة اللي بتجمع اللاعبين بالمدرب بتاعهم، عشان كده بيكون دايما في نجاحات في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كابتن سيد عايز أتكلم معاك عن تجربة مهمة. قبل ما تيجي النادي الأهلي كنت المدير الفني لفريق 2003 في نادي إنبي، ما شاء الله 3 سنين بتحقق نتائج طيبة، 3 سنين بتاخد بطولة الجمهورية مع إنبي. النادي الأهلي النهاردة لما طلبك على طول كنت موجود في بيتك في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. بص يا كابتن، ده شرف ليا ان انا ارجع بيتي تاني. انا كنت شغال في نادي انبي وبشكر مسؤولين نادي انبي الكابتن امام محمدين وبشكر كل المسؤولين في نادي انبي. انا اشتغلت معاهم 3 سنين حققت 3 بطولات. السنه دي كابتن خالد قال لي كلمه واحده بس، اتصل بيا كان اول يوم العيد، اتصل بيا قال لي سيد كل سنه وانت طيب، النادي الاهلي محتاجك بس الفريق هيبقى صغير شويه. قلت له لا يا كابتن، انا هبقى موجود قدامك ان شاء الله بكره، حتى لو هشتغل سايس قدام النادي انا تحت امر النادي في اي وقت. فرقش معاك السن، يعني انت في انبي 2003 وتاخد البطوله مع سن اكبر، سن اصغر ما عنديش مشكله. السنه دي كمان انا كنت في انبي كنت امسك 2001 كمان. فانا احب كل دوت. قلت له يا كابتن انا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت. النادي الاهلي ده بيتي، يعني ده شرف ليا ان انا اشتغل في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي عملنا يا كابتن. النادي الاهلي هو اللي خلانا نادي انبي يفكر فيا ان انا اشتغل عنده. ان انا اشتغل معاه وان انا ابقى مدرب في نادي انبي دي حاجه كويسه، ان انا اقعد 3 سنين وابقى ممثل النادي الاهلي. انا كنت بجتهد في نادي انبي عشان ان انا ابني من ابناء النادي الاهلي. وانت واجهه مشرفه كمان في النادي الاهلي وكمان مدرب كبير يا كابتن سيد. الحاجه الثانيه برضو الحاجه المهمه، كابتن خالد بيبو اخباره ايه معاكم في قطاع الناشئين؟ بص كابتن خالد بيبو انا لعبت معاه في الاسماعيلي. ما تعرفش اصلا يعني الناس كلها بتحبه ازاي. هناك في النادي مجتهد جدا، بيجي اول واحد فينا، بيجي من الساعه 9 الصبح. شايف كل الشغل، حافظ كل حاجه، بيتكلم بكل الناس، عاوز يساعدنا، عاوز ينجحنا باي طريقه، اي حاجه بنطلبها بيلبها لنا. كابتن خالد في المعسكر كمان احنا كنا مسافرين اسكندريه، لقيته بيتصل بيا بيطمن على اللعيبه، اللعيبه كانت كويس، اللعيبه ناقصه حاجه، طب قول لي لو ناقصه حاجه ابعتها لك. قلت له لا يا كابتن خالد، يعني حاجه جميله قوي ان احنا شغالين تحت قياده كابتن خالد. الامكانيات السنه دي متوفره بشكل كبير في قطاع الناشئين، كل حاجه متاحه السنه دي. متاحه بزياده كمان، يعني انا يعني كابتن خالد اول ما بنطلب اي حاجه بتلاقيها في نفس اليوم موجوده. اتصل بينا الحاجه جت ان شاء الله هتنزل بيها التمرين بكره. فكل حاجه موجوده في النادي الاهلي. طيب عشان عليكم مهمه كبيره جدا، عايزين نشوف بقى الاجيال اللي انت طلعتها من جيل 97 وجيل 96 و95 واللعيبه اللي كابتن سيد غريب مرنها دي والاسماء اللي انت قلتها في بدايه الحلقه. عايزين الفتره الجايه برضه هيبقى عليكم مسؤوليه كبيره ان احنا نشوف زيهم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي ان شاء الله. باذن الله انا بوعدك يا كابتن وبوعد جميع النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه هتلاقي لعيبه مميزه في النادي الاهلي وفي منتخب مصر كمان ان شاء الله. عايز اروح بقى اسالك عن تجربتك في الدوري السعودي، كان ليك تجربه مهمه مع نادي اتحاد جده، وايضا كمان عايز اتكلم عن تريزيجيه، انت مرنت تريزيجيه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هسمع الاجوبه بتاعتك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن سيد كان ليك تجربه مهمه في الدوري السعودي، يعني خدت فيها خبرات كبيره، ويعني ودي برده في السي في بتاع كابتن سيد غريب. الحمد لله انا اشتغلت في الدوري السعودي في اتحاد جده، اشتغلت سنتين ناشئين وشباب. خدت السنه الاولانيه دوره ارامكو، دي كانت بطوله دوليه. خدت فيها احسن مدير فني. وخدت مع كام سنه اشتغلت؟ اشتغلت سنتين. لا فريق 16 سنه. خدت احسن مدير فني السنه الاولانيه وخدت البطوله ووصلت نهائي كاس الملك وفي الدوري حققت ثالث. السنه اللي بعديها مسكت فريق الشباب حققت الثالث. الحمد لله كان من احسن سنين حياتي ان انا اشتغلت في نادي الاتحاد. بعديها اشتغلت في نادي الباطن درجه اولى مدير فني، اشتغلت في نادي الوحده في الدرجه الاولى. بعد كده جيت نادي انبي. اشتغلت مع الفريق الاول في اتحاد جده، كان ليك تجربه في لا اشتغلت مع الباطن. مع الباطن مع نادي الباطن مع كابتن عادل عبد الرحمن. مع كابتن عادل عبد الرحمن. دي من التجارب المهمه اللي اثقلت الكابتن سيد غريب وخدت فيها خبرات. عايز اروح بقى لتريزيجيه. تريزيجيه انت من المدربين طبعا اللي كان ليه بصمه عليه في قطاع الناشئين بالنادي. شايف تريزيجيه ازاي دلوقتي خاصه في الدوري الانجليزي وما شاء الله يعني متالق في الدوري الانجليزي كمان؟ بسم الله ما شاء الله عليه. هو من اول يوم يعني هو في النادي الاهلي هو يعني تحس ان هو نجم. هو اشتغلنا معاه مع كابتن سمير كمونه،
اول سنه كان كمان حظه كان وحش في السنه دي. كان سنه اتلغى. وهو كان بيلعب مع فريق اكبر من سنه. الكابتن سمير كمون اشتغل معاه كويس قوي وقال له انت المستقبل ليك. اول سنه دي كانت يعني هو كان زعلان ان هو ما بيشاركش كتير عشان السن اكبر وكان فرصه اقل. كان فرصه اقل بس هو كان لعيب كبير يعني من اول سنه يعني تحس ان هو موهوب حاجه هيبقى حاجه جامده جدا. كنا احنا كل شويه نقول له اصبر شويه ان شاء الله انت اللي جاي انت اللي جاي والحمد لله هو دلوقتي بقى في حته ثانيه خالص. وانتم شغالين في الاعمار السنيه الصغيره دايما الاعمار السنيه الصغيره دي مختلفه شويه عايزه عين خبيره. ممكن النهارده وانت في الملعب ممكن ولد ما بيكونش بيشارك قليل لسه ما جابش سن البلوغ القوه ما اكتملتش ممكن تقول الولد ده في يوم من الايام هيلعب فريق اول في النادي الاهلي. بص يا كابتن ناصر ماهر اول سنه ليه دوري 11 ما كانش بيلعب اساسي كانش موجود في الفريق الاساسي ما كانش موجود اساسي. السنه اللي بعديها ما طلعش من الملعب لغايه لما طلع درجه اولى يعني انت لازم تصبر على الولد في حاجات كده مؤشرات بتقول ان الولد دوت هو اللي جاي. يعني في فتره انت بتعتمد مثلا ولد قوي شويه عنده سرعات عنده بتاع في ولد تاني بيبقى عنده مهاره المهاره دي يعني بتيجي بعد كده القوه والسرعه بتيجي بعد كده. فاحنا بنبقى عندنا يعني خبره والصبر عليهم ان هو ان شاء الله باذن الله هيبقى حاجه. طب انتوا النهارده وانتوا بتتكلموا مع الولاد وبتضربوا لهم مثلا بواحد زي تريزيجيه او لعيبه الفريق الاول بتقول له النهارده لازم تشتغل على نفسك ده كان موجود في قطاع الناشئين كان ممكن في وقت ما بيشاركش او كان بيلعب لازم تشتغل على نفسك بتضرب مثل دايما للولد الصغير بالنماذج دي. بص يا كابتن احنا شايفين زي ما احنا شايفين دي اهداف تريزيجيه في الدوري الانجليزي مع استون فيلا طبعا. اتفضل يا كابتن. احنا شغالين مع الولاد كل يوم بنديهم طموح كبير يعني كل بعد كل ماتش لازم نديهم طموح ولازم نحسسهم ان هم هيبقوا حاجه. الملعب اللي جنبك دوت كان بيتمرن فيه نجوم العالم دلوقتي نجوم الدرجه الاولى يعني في نقول لهم الملعب ده هو اللي طلع كل دولت. لازم تتعب ولازم تشقى ولازم تجتهد ولازم تشتغل على نفسك ولازم تشوف انت ناقص ايه لازم تشتغل عليه ولازم تسمع الكلام ولازم تلتزم. فهو كل ده هيوصلك ان شاء الله للهدف اللي انت عاوزه. من اللعيبه اللي انت كنت متنبئ انه ممكن يكسر الدنيا ويطلع لكن حظه ما مشيش؟ يعني انا كان في اللعيبه اللي يوسف انت مرنتها يوسف علاء كان دفعه ناصر ماهر وكده 97 يوسف علاء كان لعيب كبير يعني هو كان حظه كان قليل شويه بس هو لعيب كبير يعني دوت الوحيد اللي هو نفد من المجموعه دي. يعني انا كنت شايف له ان هو يروح حته ثانيه خالص يعني هيبقى مستواه اعلى من كده بكتير. طيب انت عوده احمد رمضان بيكهام وانت كنت مرنه في قطاع الناشئين عودته مره ثانيه للنادي الاهلي بقى. انا هحكي لك موقف يا كابتن. طيب احكي لنا. كنت انا واقف قدام الاوضه بتاع قطاع الناشئين فانا قاعد مدي ضهري كده لقيت ناصر ماهر جه حضني من ورا وبتاع وقعد يهزر معايا وبيضحك معايا فقلت له فاكر الاوضه دي كنت بتيجي تاخد بعد كل مكافاه بعد كل ماتش فقعد يقول لي 50 جنيه وقعدنا نضحك انا وهو 50 جنيه فقعدنا نضحك انا وهو فبيكهام ساعتها كان زعلان ان هو ما كانش بيشارك فوق في النادي الاهلي فقلت له يا بيكهام انت هتبقى ان شاء الله نمره واحد في مصر وان شاء الله باذن الله هترجع تاني وهتبقى نمره واحد في مصر. فقال لي ان شاء الله يا كابتن انا عندي حلم ان انا ارجع النادي ده تاني وهو اشتغل على نفسه كويس قوي في المنتخب الاولمبي واشتغل في دجله وان شاء الله يبقى حظه كويس مع النادي واحنا ان شاء الله بنتمنى له التوفيق. هو كمان ما شاء الله خامه كويسه وكمان يعني بيجيد اللعب في كذا مركز باك رايت مساك ديفندر وهو ديفندر. كان بيلعب ديفندر في ناشئين النادي الاهلي احمد بيكهام هو ده المكان بتاعه الاصلي المكان بتاعه غير اللي اتوظف كمان في وادي دجله. لا هو المكان بتاعه الاصلي كان بيلعب ديفندر بعد كده انا رجعته سيرد باك تاني ان هو كان بيزيد كويس من تحت فهو كان بيحلل الحاجات دي كويس قوي وكان بيزيد وكان بيزودني على طول كنت اقول له لازم تهاجم فهو كان شغال كويس في الحته دي كمان وهو في الناشئين وهو ما شاء الله خامه جيده وخامه مبشره بتمنى له كل التوفيق. عايز بقى اكلمك عن الفريق الاول بالنادي الاهلي بكره اول مباراه ليه في بطوله افريقيا بطوله العشره. شفت الاول البطوله التاسعه ازاي للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي السنه دي كمان بيحقق الثلاثيه بطوله الدوري بطوله كاس مصر وايضا البطوله الافريقيه الغاليه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. بص يا كابتن ده حلمنا بطوله افريقيه ودوري وكاس وهنا في مصر احنا الحمد لله احنا متسيدين الدوري في مصر احنا بطوله افريقيا دي كانت غايبه عننا كنا احنا حاسين ان احنا ناقصنا حاجه كبيره خالص فلما جت الحمد لله ده حلم لينا. احنا بنفكر من دلوقتي في العشره يا كابتن احنا على طول النادي الاهلي بيفكر في الاحسن يعني ان شاء الله من اول ماتش من بكره. انا عجبني تصريح الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك احنا بنفكر في العشره العشره دي حلمنا ان شاء الله هنشتغل عليها كلنا كل المدربين في النادي
الاجهزه بتاعت الدرجه الاولى طبعا ان احنا حلمنا ان احنا ناخد العشر. احنا ما بنسيبش بطوله يا كابتن. رسالتك ايه بقى للعيبه بكره واول مباراه واول مشوار؟ ودايما البدايه تكون مهمه ان شاء الله باذن يعني الله. يعني البدايه هي اللي بتدي الانطباع ان شاء الله باذن الله. انا شايف ان في تركيز عالي جدا، في اهتمام عالي جدا، اللعيبه على قد المسؤوليه، كل الناس على قد المسؤوليه في النادي. ان شاء الله يعني كل حاجه متوفره ليهم باذن الله، بس من ناقصنا ان شاء الله عشمانين في توفيق ربنا بكره باذن الله. هو حاجه عنصر التوفيق ده ان شاء الله. توفيق ربنا بكره ان شاء الله لينا هيبقى عامل مهم ان شاء الله. اخيرا بقى، اخيرا عشان نوصل لنهايه حلقتنا، رايك في موسيماني؟ خاصه ما شاء الله موسيماني جه يكمل البطوله الافريقيه، ربنا اكرمنا بيها بطوله كاس مصر، بادئ بقى مشوار جديد ببطوله الدوري وبطوله العاشره مع النادي الاهلي. شايف اداء موسيماني خلال الفتره اللي فاتت، خاصه انه دخل في وقت صعب كمان في النادي الاهلي؟ بص يا كابتن، ده مدرب كبير مدرب كبير، وبنشكر لجنه التخطيط والكابتن محمود خطيب ان 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 وفر لنا واحد زي دوت. يعني شغله باين من اول يوم يا كابتن. يعني في مدربين بتقعد 6 اشهر وتقعد سنه اول ما شغلها يبان، ده بان من اول اسبوع يا كابتن. ده راجل خبير وراجل بيعرف يتعامل مع المنتشر كويس قوي، وان شاء الله نتمنى له التوفيق معانا باذن الله. واحنا كمان نتمنى لك التوفيق يا كابتن سيد، وبنشكرك. حبيبي يا كابتن. شكرا يا كابتن، الله يكرمك. شكرا يا كابتن. يعني بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني النهارده في برنامج الاشبال، الكابتن سيد غريب المدير الفني للفريق 2006. ما شاء الله عندنا 2006 فريق مميز، ونتمنى له كل التوفيق للكابتن سيد غريب. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوفكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من برنامج الاشبال. شكرا والى اللقاء.